عساكم طيبين ومن العايدين وكل عام انتم بخير. علومنا سلامتكم يا ابو رايد وما يسمع. وجهت لنا دعوه حضور المعايده السنويه. وهذا ديدك في كل محفل وفي كل مناسبه تجمع رجال والحوات الغانمه وتكرمهم. اول كرامتهم استقبالك الطيب وتراحيبك. لا انت ولا اخوانك وبني عمك اللي يصفون معك. جيتك يا اخوك وعضيدك والوافي معك حتى يدفن راسه وموصن الوفاء لاخواني ولعيالي من بعدي لانك انت اللي غرست الوفاء وانت اللي طول عمر بذلت المعروف وانت اللي بذلت الجماير وجعل والله راسك بطحي يا ولد عبد العزيز اللي ورثك شايب اللي طول عمر ورث المجد ورث العلم ورث المرجله وعز الله انه ما مات عبد العزيز المدرع والله ما مات اسمه باقي وفعله باقي مع عياله ومع بني عمه اللي نشوفه جيناك مباركين ومهنين وكان معنا زامل لكن منعنا من الزامل وفاته رمز من رموز الوطن ورمز وشيخ من شيوخ قبائل المملكة الشيخ فهد بن عبد الله ابن دليم شيخ قبائل قحطان ووادعة الجنوب ومصابه جلل على الوطن وعلى قبائل قحطان وعلى قبائل المملكة ومنعنا زامنا لنظرا لهذا الوضع وسمعنا كلامك عبر الإعلام اللي منعت كثير من الفقرات اللي يعرف انك باذل فيها مال كثير وترتب ذا الحفل من مبطي ولكن حصل اللي حصل والمال يرخص اذا صار مثل ذا الموضوع اللي انت خاب واستثنيت منها شيء اللي يخص الوطن وابن دليم رمز من رموز الوطن لو ابن دليم حي بيقول لا روح كملوا وضعكم اللي انتم عليه ما دام يخص الوطن ولا تمره وشفنا الشيخ عبد الله بن فهد بن دليم قبل ايام يصافح ولي العهد في المعايده كل راه جيتك ومعنا طول عمره ابن عمنا الوافي الذويب العاطفي عليكم جو احد من لاك الابل وراعي نظر وشاركنا في هالمجي ومعنا الشايب الحارثي العاطفي ابو حسين جعله يسلم وجيناك يا ابو رايد شيء قد سبق مقدمها لك اخوك عبد الله عليك جو ابو وسام في زيارتك لنا يوم جيتنا في الجله متخنين والمداخن يا ابو رايد ما تقاسم شكلها لكن احنا وضعنا هالمداخن لانك لما حطيت الطيب حطيت طيب بنت عمر ما سده الا ذا المداخن اي والله انا اقولها صادق
كفو. لا قد طول عمر مرينا على استراحتك ولا على طول عمرك احنا في الجبيل من المداخل اللي حنشوفها من الطيب والعلوم الطيب. كفو كفو كفو. انا تكلمت ها؟ اي نعم، ومعنا حمد احبابي الراوي. انا واحد منكم. والشاعر جعله يسلم والاعلامي. حضر اليوم معنا. انا تكلمت نيابة عن اخوان ونيابة عن ذا الكفو. الله يجعل ولدك في جنات الله. حبيبك يا ابو رايد بالعلوم الطيبة ظافر بن ظبيان الدشرة هلفر ابو عبد الاله قدمني في الكلام وهو والله مقدم في كل شيء الفيري. والله انا اقول صادق من تواضعه قدمني اتكلم. هذه علومي واللي في خاطري اكثر. لو جلس انت تكلم تكلمنا الى اذن الفجر. واشكر الحقيقة ايضا اخوي عامر العايدي على الحقيقة العمل اللي شفناه، ولا هو بيستغرب من ابو سعيد. نعم وافي معك، والعمل اللي احنا نشوفه يشرفنا ويسعدنا ان كلماته من شاعر كبير مثل ابو سعيد وهذا المنشدين اللي احنا بنشوفهم. وسلامتك. الله يحييك من برق حطان ويحيي اللي جو معك، ولا يستغرب منك طال عمرك المداخن والطيب يا راعي الطيب. انت من برق حطان وانت رمز قحطان، فعسى الله يطول في عمرك ويكتب اجرك، وعيدنا يا ال مدرع ما يكتمل الا بك وشرواك اللي معه اللي جو معك. فالله يحييك حياة المطر. تفضلوا يا مرحبا يا مرحبا. بارك وارح بو مرحبا. هلا هلا هلا. كل عامكم بخير. بسم الله عزاك خلنا نعايد مرحبا 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 مرحبا. يلا الله يطلعكم العايدين خلوهم على الطيب الله يطول عمرك الشايب العاطفي ونعم هو اللي خدمنا في الموضوع. الله يطول في عمرك مرحبا. كل عام وانتم بخير. الله يحييك. هلا بالخير الطيب يا مرحبا يا مرحبا ونعم ترى مع الشيخ محمد بن عبد المحسن الهيضة يعني الشيخ عديبة. وين جزاك الله بالخير ابو رايد الهيضة المشيخ عديبة الشيخ محمد المشيخ التعاجيل الربع ابو محمد. يا ابو رايد انسان عزيز على الجميع. الله يعزك مجملنا عسى عمرك طويل وطيبك كل جاب. الله يرضى خلنا اشغان خلنا ارتباطاتنا كلها تقدير للطيب اللي مثلك. الرجال اللي علومه طيبه ينزلون له الرجال وبيجون يا مرحبا يعينون له ولا يعتبرونها عنوه. والله شرف لي. اي والله شرف لي. الله يحييك ابو رايد مثل ما اسلفته. نعم والله نحن طريق من المشاغل ما عندنا. نعم تعرف وقت العيد وذا لكن اللي مثله والله ما لنا منه. لا والله ما لنا منه. اقول في مجلسك مو بلق حطان عن ذا طحهم الشيوخ عتيبه الهيضل على ما
قال حاضر عندك وغيره من يشوف القبائل. وانتم يا المدارعة صيدكم شاعر ورح. حنا شعب واحد وتحت راية وحدة وتحت حكامنا عسى الله وسع يطول عمارة ويعزهم لا يعز عليهم. عسى الله ينعم علينا بهالنعمة في الإيمان والراحة في الأوطان. حنا في نعمة محسودين عليها، لكن العاقلين والمدركين يشكرون الله على هالنعمة أنها ما تزول. عسى الله وسع له التواضع والكرم والعلوم الطيبة والاستقبال الطيب. والله يا رب قدرنا وقدرك عنده. يا ابو رايد هم الشفاء الهيت غير يقصون في اللي يسمعون. احنا نفتخر بهم يا عبيدة، كونهم شيوخ عبيدة والله احنا نفتخر بهم. واللي مثلهم مش ارواهم يتفاخروا بهم برجال عند القبائل. لا صار اللي مثل بن شفلوت ومثل ابن الهيضل وابن صليم والريد اللي يثنون عليك. فايش احنا نقول حجر؟ احنا يوفقنا مملكتنا محمد الرؤيا يا حي يا ابو
مثل مدرع يجيها الضيف ويدر نصر بن صليم شيخ الطيب ما غيره نعم شغل عيب فخرنا طيب السيد اللي فرض حبه وتقدره وتقدير الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. احنا في ذا الدنيا نحاول نقطف من النواميس نضيف لها الى سيرتنا مثل ما الرجال يقدم. اخو عايد اقرب عندي انا في عندك حطان انا لحالي. تلقى حطان نقول. عذرني يا ام محلب. اخي سالم توكل الله. احنا في ذا الدنيا نبحث عن النواميس ويبحث الرجل عن ذاته وعن ما يضيف لها محمد. لا لن أضيف لها شيء من الألقاب. الألقاب هي اللي تحتاج إلى الطيبين والألقاب اليوم رخصة وعلى قفا من يشيل. نبغى أن الرجال يضيف للألقاب مثلكم إن شاء الله في الحاضر. وأنا بحضور بن سفلوت وشيوخ القبائل لأن أخو الصحن إلا المعزب ولا بن سفلوت أنا شيخنا كله ولا عبد المحسن القويس اللي يقول خالد الفيصل من خان لك مرة يجي يوم يخوض. لو قصرت في عبد المحسن اللي سبب في وقوفي هنا فأنا ما فيني خير لا الأول ولا الثاني. محمد ابن عبد العزيز المدرع رجل يقولون في رجال سابق ولاحق وماحق. السابق واللاحق هم اللي يبنون على مجد اباهم مثلكم يا الحاضرين هيضر والوجيه الطيب اللي قدامه ومنهم اللي هدم مجد اللي قبله. محمد ابن عبد العزيز المدرع رجل مده الله بالمال وعزومه قويه. يقول هزال بن شعيفان عزومه رصيد من سخر مع مقام وجاه تهياله اللي قام فيها وتكتب له. بعض الرجال يرى المال اكبر منه في قرطبه لين يرث له النسوان والعواد. بعض الرجال يرى اسمه واسمه هذا واسم العايد مثله واسم عبايد اكبر من كل شيء. في حط المال كفر في حط المال مثل ما قلت في كلمه اوله تحت الجيله لين يقوم يتوايق على الصبيان من تحته بيت الله في الغيدان. محمد بن عبد العزيز رجل سمعته سارت بهالرتبه ونومس شيبان هالحي والميت وبنى على مجدهم وتجمل وجمل. جاتني دعوة منه من خلال أخي صديقي أستاذي الشيخ عبد المحسن القويذي وأنا لا أوافق ولا أقر تسميته منبر قحطان لأن حنا نغار على الطيب. هذا منبر الطيبين وحنا جزء من الطيبين. هذا الرجل تقول بنت شعيب خير من استاجرة القوي الأمين. الرجل لا يجالس ولا يؤكل ولا يشارب ولا يخاوي لا رأس عرب كل ما هزه يزعل علم الطيب والرجل من مستشاره
هذا مجعله ابو عبد العزيز ابو رايد اثناء عله في كل علم طيب يسوقه وتراه يتجمل فينا وانت ما تدري ويقول لي هذه من عند ابو رايد تعالي استغفر انما انت محمد بن عبد العزيز رجل بعضا وبعضا وبعض بعضك رجل مال بعضك رجل اعمال بعضك رجل دين بعضك رجل مرجله بعضك قبلي بعضك حضري وبعضك راس عرب وبعضك بالحموله وبعضك محب لدولتك وبعضهم محب للدين فاذا ركمنا بعضك على بعضك على بعضك طلعت داهيه من جهات الرجال اللي يرسون دون عثمان الشوارب وشمطان اللحى واذا الرجال اغلبهم اللي كنت قبل ما يقارب 15 سنة أقول لحد يشغلنا بحد قد مات لأنك تعتزي فعلك الحاضر نعم ولا الدنيا والخلفاء والأمراء وبني العباس وبني أمية طلع والهم مثل الناس عاديين ولكن الرجال اللي يرتكي على زنده ويدحم الرجال ويكسب النواميس مثل غراي نعزك ونقدرك وانت نومسك وانا الحاضر انا وسالم من رجال ياب والله يوفقك واحمل تحية وشكر لأخي عبد المحسن يا عبد المحسن انت من حمولة ومن طحاطي حلفها رجال هل غدا والمعدة من صبيان المفرح لو بغيت تقصر جينا عند ابن شفلوس وعند المدرع وشكيناك وسحبنا بطاقة ما تقدر ما تقدر ما تقدر ما عليك زول شكلنا لك مجلس محاكمة خمسة من حطان وخمسة من يوم خذنا بطاقة لأن الطيب لأن رضالها أقل من النعم أنا جيت متنومس طالت رقبتي قبل وعد خمسة أيام هذا والصلاة والسلام الله يطول في عمرك مرحبا والله مسهلا يا وجه محلف أنا في ذا المقام أمثل طول عمره عبيده وقحطاء وأمثل الطيبين من قحط من غير قحطاء في ذا المجال نعم وبرايد مو بقصير إنسان يرد ولكن يتجمل طول عمره يرد في محله أتشرف. وعلى المقالة يسمحون يا العاي يسمحون يا العاي يقول يا أبو معاذ مرحبا الملايين في محل فخرنا عز الله كل كلمة قلتها كل كلمة قلتها في ذا الرجال والله العظيم انها تليق به والله العظيم انها تليق به والله العظيم انها تليق به سهل برايك المال عند الرجال وعند النسوان وعند كل صحراء ما يجي له لكن المال لا جامعه طول عمر مرجله وتواضع وبشاشه وجه وعلوم طيبه ترفع الرجال والمال هو ما يقاس المال ما يقاس الرجال ذا جمع المال وجمع الخلق وجمع التواضع وجمع الفزع فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق قلت الكلام فيه وقلت الكلام فيه والله العظيم إن فيك ما من العلوم الطيبة يوجيهم حلف وتم يا نشهد يا على ما قال على حد نجرة العمر ذدتوا عن الوطن عن ولاة الأمر نعم ما تبشلتوا رديتوا طول عمر أعداء الدولة طول العمر عن طريق نجران وهذا طول عمر من طيبكم ومؤسسينها أباكم وجدادكم فرحب باسمك باسم ابو رايد وباسم طول عمر ربيع شفلوت باسم فصلين وباسم على ما قال الهيضه وفيصل وكل من في ذا المجال طول عمر باسم العايد خاصه فنقول الله يحييك تحيا المطر ومرحبا والله ومسهلا ترحب المطر ودي اتكلم يا ابن الهول لكن انت خل واحد ما عاد يقدر يتكلم والله اسم الشيخ محمد بن عبد العزيز المدرع العايدي نرحب بجميع الحضور اجمل ترحيب ونقول لهم أرحبوا ثم رحبوا ثم رحبوا وباسمه وباسمكم جميعا نتقدم إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك وكل عام والجميع بخير في الحقيقة الجميع تكلم عن الشيخ محمد بن عبد العزيز المدرع والجميع أثنى وكل رجل حضر وتكلم بعد ما يخلص كلامه يقول أنا أرى أني مقصر لأن جميع الكلام اللي يقال بالشيخ محمد ما يفي حق الرجل قدم الكثير وقدم للوطن ولأبناء الوطن ولمجتمعه ولقبيلته الشيء العظيم الشيء اللي ما يستطيع أكثر الناس يسويه. اليوم حنا في حفل المعايدة السنوي اللي يقيمه أبو رايد. للأمانة يمكن ما يبغاني أقول الكلام هذا ولكن لأني أخوه الصغير ومون أدري إنه بيعفيني من الكلام هذا.
من شهر 8 وحنا على قدم وساق في الشيء اللي يزيد، وكان يوصينا جميعا بالشيء اللي يجمله قدام ضيوفه. لنا أكثر من 45 يوم أو 50 يوم شغالين على أن هذا الحفل يطلع ويظهر بالمظهر المشرف اللي يليق بمستشار الشيخ محمد واللي يليق بكم أنتم. نسأل الله أن الله يجملنا عنده وعندكم وقبلها عند رب العالمين. الشيخ محمد جميع الألقاب تزهى، لعل لقب فخرق حطان، اللقب اللي لقبوه مشايخ حطان وكل من عرف الشيخ محمد قالوا هذا فخرق حطان وهذا اللي يزهى الاسم. كان يقول لي احيانا يقول اكبر فخر اني مواطن سعودي. الكلمه هذه الشعراء دائما يقتنصون بعض الافكار، زانت اليوم قال اكبر فخر اني مواطن سعودي، كتبت عليها ابيات وتكلم عن السعوديه. كنا اذا جينا نكتب قصيد وبنوجه له قال حاولوا ان قصيدكم تسخرونها للوطن، امدحوا ولاه الامر، امدحوا خادم الحرمين الشريفين، امدحوا ولي العهد، سخروا قصيدكم للوطن. كان يوصينا دائما بوطننا، وهذا يدل على ولائه ومحبته لولاة أمره والوطنه، وكذلك يدل على ثقته بنفسه. قدم الغالي والنفيس في سبيل نجاح هذا الحفل، وقدم الشيء الكثير اللي يبغاه يظهر بالمظهر المشرف واللي يليق بكم وبه. إن حصل أي تقصير افتراه مني أنا يا أخوه، وإن حصل الكمال افتراه منه هو، وكذلك باسمه وباسم الجميع نتقدم بالتعزية إلى أبناء الشيخ فهد بن عبد الله بن دليم شيخ شمل قبائل قحطان ووالعة في الجنوب، كذلك إلى قبائل قحطان عامة في وفاة الشيخ فهد بن عبد الله. نسأل الله أن الله يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. كنا عادين ترتيب لهذا الحفل وفقرات متنوعة، وحينما علم الشيخ محمد بوفاة الشيخ فهد الله يرحمه ويغفر له أمر بإلغاء جميع فقرات الحفل تقديرا لبنعمنا وتضامنا معهم في الحزن كما أنه يتضامن دائما معهم في الفرح، ما عدا الفقرات الوطنية التي تخص الوطن، فالوطن مقدم على الجميع. ونشكر الشيخ محمد باسمكم، نشكره على كل الأعمال التي قام بها سواء للوطن، للقبيلة، لأفراد المجتمع، وكان دائما يقول لنا نحن قبيلة سلمان بن عبد العزيز، لا يوجد فرق، ولعل في هذا المجلس أكبر دليل للكلام اللي أنا قلته. متواجدين من قحطان ومن عتيبة ومن يام ومن القوم ومن جميع القبائل، وشرفونا هذا الليل، وهذا يدل على اللحمة الوطنية اللي يحرص عليها هو، وكان يوصينا فيها. كان يقول أنا ما يكتب العيد لين أشوف أبناء القبائل كلهم موجودين عندي، وهذا اللي حصل هذا الليل. باسمكم نتقدم بالشكر الجزيل للشيخ محمد على ما قام به وعلى جهوده. واليوم عندنا فقرات غيرناها كلها، كنسلناها كلها، بقي فقرتين. الفقرة الأولى بعنوان كل عام وأنت بخير يا مملكتنا، من أداء المنشد الكبير محمد آل دلبج. يستاهل أبو ناصر، تحية لأبو ناصر. عندنا شيلة وطنية بعنوان هاماتنا فوق فوق، من أداء الفنان الكبير خالد حامد. الشيلتين كلها كانت برعاية الشيخ محمد بن عبد العزيز بن درع، تكفل بهذا العملين الوطنيين كاملة. كان فيه عدة فقرات وعدة شيلات تخصه، قال اللي يخصني أنا قفله.
ولا أبي. يهمني الوطن، اللي غير الوطن فأنا مقفل هذا الباب تضامنا مع بني عمي في فقيدهم اللي هو فقيدنا على القبيلة كاملة. الآن بنبدأ الفقرات، نسأل الله أن الله يجملنا عند الشيخ محمد وعندكم، واستأذنكم وأعتذر منكم على الإطالة. الله الحبيب صاحب المحتوى الطيب هذا المشهور بلعب من طيب. Oh.